الزجاجي، حضن الاهرامات في كل حته في العالم، مفيش نادي في العالم ما فيهوش صوره في الملعب الزجاجي في الهرم. فانا عايز بس اقول ان قد ايه البطوله دي رجوعها مهم جدا جدا للعبه، ويمكن الاسكواش اتعرف لينا في مصر من خلالها، ومصر اتعرفت برياضه الاسكواش للعالم عن طريق البطوله دي. فانا بشكركم جدا جدا ان اديتونا الفرصه ان البطوله دي ترجع. هي في عوامل معينه لاي حد، لو اولا ما تبقاش مستعجل، ثانيا التحديات اللي بتقابل كل واحد ممكن من اول تحدي يقول يعني يريح. انا بشوف ان الواحد يبقى عنده صبر وجلد وبيشتغل كويس وبيحاول يطور سنه ورا سنه، ده اللي بيخلي الدنيا. يعني لما ابتديت في السكوش في الجونه ده كان 2010، احنا السنه دي 2019، فهم 9 سنين. برضه 9 سنين دول كتير، بيحصل فيهم حاجات كتير قوي، وبيحصل فيهم تعليم كتير جدا، وبيحصل فيهم مواقف، بيحصل فيهم ان اللعبه لما ابتدينا ما كانتش بالشهره اللي فيها دلوقتي، وبيحصل ان بقى في ابطال عالم عندك. مقتنعين اقتناع تام ان سبب الطفره اللي حاصله للسكواش المصري دلوقتي على مستوى العالم هو بسبب، احد اسبابها الرئيسيه كانت بطوله الاهرام، لانه الاقبال من اولياء الامور على انهم يدخلوا اولادهم اللعبه دي كان بسبب الضجه الكبيره اللي كانت بتحصل ايام بطوله الاهرام زمان. ده بيساعدنا جدا ان احنا نلعب بطولات على ارضنا في وسط اهلنا وجمهورنا، بتفرق معانا معنويا جدا، بالذات عند الاهرامات. دي حاجه احنا من واحنا صغيرين بنحلم بيها، لان احنا شفنا احمد براده بيفوز ببطولات هناك، هو ده اللي شجعنا ان احنا اصلا نخش الرياضه وان احنا نكمل فيها ونستمر اللي احنا فيه النهارده. اتمنى ان ده يكون دافع لكل الاجيال القادمه زي ما هو كان دافع لينا زمان. بيفرق معانا بتهيألي زي اي رياضي، بص على الكوره، انت تلعب على ارضك دي ليها عامل قد ايه. فاحنا نفس الكلام هنا، ان انت تلعب على ارضك ده بيخليك تلعب احسن، غير ان طبعا بيبقى هلاك اقل على الجسم. احنا بنسافر كل مره طيارات وجيت لاج، ونروح بدري 3 4 ايام وناخد على جسمنا يتعود. نشتغل على البادل تنس الفترة الجاية، بقالنا شوية بنذاكرها، وعايزين نشتغل على البيتش فولي. ده طموحي أنا شخصيا يعني. فيبقى عندنا كذا حاجة، يبقى عندنا اتنين كبار سكواش دلوقتي، احنا الحمد لله عندنا الهرم والجونة، فاتنين من التوب 8 في العالم. بص، أيا كان القرعة هتكون إيه، هي هتكون صعبة، لأن يعني دي بطولة العالم، وكل ماتش أكيد أكيد هيبقى صعب، مفيش شك يعني. يعني نور الطيب أو سارة جيمباري أو أماندا صبحي، كلها كانت هتبقى مباريات قوية، بس يعني هي يعني البطوله لسه بدري قوي، يعني احنا لسه دور ال 64، الناس كلها باصه على دور الثمانيه كان ده اخر العالم، بس يعني لسه واحده واحده كده ان شاء الله. اول مباراه هي اهم مباراه، نستنى نشوف كده وربنا يسهل. كل ما بنلعب في مصر دي ميزه، بيبقى معانا دعم جمهوري، بنبقى مستريحين، مش تعبانين من السفر. في حاجات كتيره قوي بتساعدنا ان احنا نحقق احسن في البطولات اللي في مصر. اي رياضه في العالم تقدر تلعب على سفح الهرم بالنسبه لاي لعيب، ومش بتكلم من ناحيه تحيزيه عشان انا مصري، اسال اي لعيب اجنبي، خش اي نادي في حوالين العالم هتلاقي الصوره الاساسيه هي ملعب السكواش قدام الهرم. دي البطوله اللي بتميز رياضه السكواش عن اي رياضه تانية، واللي بتحفز اي لعيب ان هو يتمرن جامد ويبقى بيلعب على مسرح زي ده، كبير زي ده.